أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه السبيل. الحقيقة اليوم في عنا ضيفين مهمين جدا. الضيف الأول البطل الرائع أحمد حرقان، والضيف الشرف الأخ خلدون مؤسس تلفزيون العقل الحر. يعني راح ندردش دردشة بسيطة حول موضوع الحلقة مع رانيا، حلقة أحمد حرقان مع رانيا. فنبدأ الأسئلة يا شباب. تفضل. عفوا، تفضل. المفروض نرحب فيكم أول شيء، أهلا وسهلا فيكم آسف أجت تلقائية. خليك تلقائي. آسف كثير. لا لا بالعكس. أهلا وسهلا فيكم أحمد، أهلا وسهلا فيك خلدون. أهلا بك. أهلا بك جان، أهلا بك، شرفتنا. أهلا بك. عندي السؤال الأول، بيقول الإعلام العربي بالنسبة لموضوع الأديان وعدم الإيمان نوعين. النوع الأول بيحاول استغلال الإسلاميين عن طريق إغراق القنوات الفضائية بالبرامج الإسلامية دون التطرق لموضوع اللادينية أبدا، وكأنها غير موجودة. والثاني يصطد المسلمين عن طريق الهجوم على اللادينية، حتى لو كان هذا الهجوم من طرف مذيعة تعتبر حسب الإسلام سافرة، وربما يصل عقابها في الإسلام إلى الجلد أو حتى القتل بتهمة الإفساد في الأرض. برأيك كيف سيتمكن اللادينيين من الوصول للغالبية المؤمنة في مجتمعاتنا ليوضحوا لهم أن اللادينيين ليسوا شياطين وأن الإسلام هو المشكلة وليس الحل؟ كيف سنصل إليهم مع وجود إعلام فاشل كهذا يحاول استقطاب الناس بغض النظر إذا كانت أفكارهم صحيحة أم خاطئة، وكأن هذا الإعلام يسايرهم. أضف إلى ذلك عدم مهنية هذا الإعلام وكوادره، وظهرت عدم المهنية بشكل واضح في برنامج صباح العاصمة عندما سألتك المذيعة هل أنت لاديني أيضا؟ يعني هي تقدم حلقة عن الإلحاد وهي لا تعرف أنه جزء من اللادينية، وعبارات مثل للأسف الشديد وغيرها، وهذا دليل على طحالة ثقافتها للأسف. فضل شو بقول بهالموضوع هذا؟ أصلاً القناة مش من القنوات المشهورة أو يعني، ولا الإعلامية ديت أصلاً دخل مجال الإعلام من زمان أو درسها يعني. هي اصلا كانت ممثله وما اعرفش تجربتها في التمثيل، ما شفتهاش قبل كده. بعدين انا ما اعرفش اسمها من قبل ما اروح، يعني ما كنتش عارف ان انا رايح لفلان الحلقه بتاعه برنامج فلان او كده. هو قالوا برنامج اسمه صباح الخير ولا مش عارف ايه، هتروح نتكلم عن الحاج وهيكون في ضيف ممتاز وفكر كذا كذا وهيكلمك. المشكله ان يعني ان دي المذيعه دي مش هنقف عندها كتير، لانها ممكن بكره مثلا تتغير او تتشال من القناه او كده. انا بتنبأ لها بمستقبل مهني فاشل يعني، فدي مش مشكلتنا هي خالص. المشكله ان برضو الحلقه دي احنا ما خسرناش فيها حاجه، يعني احنا في النهايه موقفنا مهما كان قوي، وخرجنا يعني عايزين نقول برضو خرجنا منتصرين، بمعنى فكرتنا وصلت يعني، وده اللي احنا ده النصر بالنسبه لنا، الفكره توصل للناس. بتقولي ازاي نقدر نغير في المجتمعات او نأثر في الناس او نقنعهم او نوصل فكرنا ليهم؟ عن طريق الجهر بالإلحاد. انا اصلا رحت القناة عشان هم كلموني من الباب ده، قالوا لي عايزين نعرف ايه الجهر بالإلحاد اللي بيستطاع عليه سبيلة، هتشارك في برنامج يتكلم عن الموضوع. انا كلمتك شخصيا جان في الاول وقلت لك احنا محتاجين حد يطلع يمثل الـ الصفحة غيرك عشان ما كنت فاضي وكده، بقالي مدة يعني مدة طويلة بكلمات لغاية ما في الآخر يعني اضطريت أنا أروح بنفسي يعني. كانت الحلقة دي أنا بعتقد إن الجهر بالإلحاد والحملة ديت هي اللي الحملة ديت لو نجحت فعلا في إن هي تشجع ناس تتكلم، هو ده اللي هيخلي الفكر بتاعنا يوصل لكل الناس وينتشر انتشار سريع جدا ومذهل يعني. ده طبيعي إن هو ينتشر، لان البديل ولا الخرافه ما بتقدمش اي حاجه مفيده ولا بتقدم اي طرح جديد بالاحترام يعني. بكل تاكيد احمد، يعني بس انا كان هيك الفكره انه تقسيم القنوات الفضائيه بين الذي
يعني لا يذكر شيء عن الملحدين، والذين اللي بيذكروا يعني فقط للشو الإعلامي يعني، يعني إذا موجود هالإعلام موجود، شو الطريقة ممكن إنه نوصل للناس غير مثلا فيسبوك يعني برأيك؟ يعني شو الطريقة الثانية يعني؟ بس عن طريق فضائيات، بس للأسف هاي الفضائيات الموجودة يعني. وتقدر تسأل عن الموضوع ده الأستاذ خلدون، لأن الأستاذ خلدون عنده مبادرة إن إحنا نعمل الفضائية بنفسنا يعني، ونطورها بحيث إن هي تبقى فعلا قوية ومنافسة لكل الفضائيات العربية اللي موجودة، وتكون قناة مشرفة لينا يعني. طبعا ما كانش في حد ممكن ياخد الخطوة ديت إلا ما يكون في إمكانيات كبيرة تحت إيديه وكده، لكن الأستاذ خلدون هو شايف إن إحنا ممكن نبدأ بإمكانيات بسيطة جدا، هو فعلا بدأ من الصفر يعني. ومتفائل جدا بانه فتقدر تكلمه يعني، تقدر تكلمه في النقطه دي تحديدا، نقطه الاعلام او ازاي نقدر ننقل الكلام دوت للناس. والله يا ريت يعني ناخذ وجهه نظر استاذ خلدون. شكرا جان. يعني اولا عندي فد يعني بعض الملاحظات البسيطه على اللي تقدم قبل لا نتكلم في موضوع الاليه الاعلاميه او اليه الانتشار الاسلم. أنت ذكرت بأنه يتغاضون عن ذكر الملحدين أو اللادينيين بشكل عام. في هنا ملاحظة أنه المذيعة قدمت بأنه عدد الملحدين في مصر بلغ 866، معتمدة على خطوة سابقة راجعتها بعض الصحف المصرية، الصحف يعني كانت تناقش الموضوع بطريقة لا موضوعية إذا جاز التعبير. فذكروا إذا تذكر أحمد كان صديق لنا اسمه إسلام إبراهيم، عمل أول مبادرة للجهر بالإلحاد وشيء من هذا القبيل، فكان عدد الشباب الذين يعني بعثوا صورهم وتفاصيل عنهم كان عددهم 866 بحسب إعلانه هو. وأخذت بعض الصحف والمجلات هذا الرقم باعتباره رقم ستاندرد، والرقم الواقع اللي واصل لعدد الملحدين، أتكلم عن مصر حصرا. ولكن هم أنفسهم لو تعبوا أنفسهم يعني بدقيقتين أو ثلاثة بحث على الإنترنت لوقعوا على فيديو. إحنا ناس غير موضوعيين، لنعتبر أنفسنا غير موضوعيين لما إحنا نقول إنه إحنا بالملايين، لنقول إحنا ناس مو صادقين بهذا الكلام. ولكن اذهبوا أنتوا ببحثكم الشخصي، واذهبوا إلى الدكتور علي جمعة ماذا قال هو ببحثه هو الشخصي، ما هو العدد الذي وجده من نسبة الملحدين الذي هو سوى عليها بحث شخصي. قال احنا راجعنا 6000 شخص. فاكر الكلام هذا احمد؟ ايوه تمام. فقال احنا راجعنا 6000 شخص. 6000 شخص لما راجعهم شو اسمه علي جمعة وصل الى تعداد عملاق جدا من عدد الملحدين. يعني لو بس اعتمدنا نسبة اللي وصل لعدد، أنا مش فاكر النسبة، ولكن كانت آلاف ضمن هاي 6000. فلو اعتمدوا بس علي جمعة، المقارنة من اللي سواها علي جمعة كان طلعوا برقم أعلى من هذا. فهل هذا تلام به هي المذيعة ولا يلام به المعدين تبع القناة؟ يبدو انه القناه تلك قناه اعتقد قناه غير محترفه، يعني تعاملها مبتدئ، بدليل الكلمه الاخرى اللي النقطه الاخرى اللي حبيت اوصل لها، بدليل انها من سألتك انت ملحد وقلت لها انا لا اؤمن بوجود رب او كذا، يعني انت ما تؤمنش بوجود الله خالص. طيب هو الملحد شو بالضبط؟ ما هو الملحد باعتبارها الشخصية؟ هل هو شخص مش عاجبه ياسر برهاوي مثلا؟
ولا شخص اصلا قضيته ابعد من هذا الموضوع. فهي اساسا يبدو لديها جهل مركب احمد، يعني جاهله ولا تعلم انها جاهله، يعني مرتين عندها جهل. اجراءك انت بالحلقه كان اجراء متفوق جدا، انت كنت اقوى وافضل من 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 طاقم القناه وافضل من الشخص المحاور الثاني، لان المحاور الثاني راح في موضوع بعيد عن القضيه، وهو المفروض لا يزال يدوب سؤالك عن موضوع كيف تعرف نفسك وانت قلت بانك غير مؤمن. فهو دخل علق على تعليق انه كيف تعرف بالسلب او شيء، وهو موضوع ثانوي مو عند اصلا عنوان القضيه كلها، مو عند عنوان الحلقه تماما. فاحنا نسميه هاي الحوار الجدلي الفارغ. يعني الآلية انتشارنا، انا ارى عندي ملاحظه مهمه يا شباب. احنا عندنا قضيتين، آلية الانتشار، آلية الوصول للمستمع، والثانيه آليتنا احنا بالتجمع. يعني لو أردنا إحنا نوصل إلى المستمع، فالوسيلة الأفضل والأصح هي الإعلام، بأن نمتلك إحنا وسيلة إعلامية تحت أيدينا تماماً، ونستطيع من خلالها أن نتواصل مع الجمهور والمشاهد من كافة الأصناف بطريقة لا يمكن منعها، بطريقة لا يمكن منعها. حالياً إحنا في شباب عاملين قنوات على اليوتيوب، إحنا عملنا قناة على الانترنت، شوي اكثر توسعا من القنوات اليوتيوب او غيرها. لا نزال حتى الان يمكن حجبنا بسهوله من، يعني ما اعرف احنا بالسعوديه موجودين ولا لا، ما مش عارف يعني. وهكذا قس على ذلك. فالافضل ان نصل الى مستوى البث الفضائي. البث الفضائي يستلزم منا احنا الشباب اللا خرافي، هذا التعبير اللي انا اشوفه اكثر مناسب. مؤمن او غير مؤمن، انت مؤمن بمن احمد؟ لما عرفت انه انت غير مؤمن بمن؟ بمنتفيه، جمله منتفيه، شيء غير موجود. لما انا اقول انا غير مؤمن بسوبرمان او انا غير مؤمن بالسلعوه هي اساسا مش موجوده حتى اؤمن وغير مؤمن. فهذا الكلام اعتقد غير صحيح. الافضل احنا نسميه هم خرافيون ونحن لا خرافيون، نحن علميون لا اكثر ولا اقل، نحن نؤمن بالعلم، ما يقوله العلم نمشي وراه. بكره بعد 10,000 سنه اكتشف العلم وجود واحد قاعد بالسماء فوق يجي يقول لنا اني الله، ذاك الحين نشوف العلم ايش راح يقدم لنا من اثباتات، عود نقول له اي اهلا وسهلا. بس هلا لحد الان العلم رافض هذا الاساس. أما يجيني واحد قبل 1400 أو قبل 2000 أو قبل كذا ألف سنة مش عارف حتى أنه مرته سووها من ضلعة، أو ابنه تزوج أخته، الولد تزوج أخته، هاي القصة كلها من المعيب اعتمادها، من المعيب على عقولنا حتى تصديقها. على العموم فنحن لا خرافيون، علينا أن مرحلتنا القادمة، أنا آسف تكلمت طويلا، مرحلتنا أن نتحشد الآن. المنطق السليم يقول علينا أن نتحشد، علينا أن نجتمع. آلية الجمع الحالية، أنا طرحت فكرة قبل يعني مش فاكر قبل كم يوم، وهي أنه الشباب اللي خارج الشرق الأوسط، اللي خارج الشرق الأوسط من الملحدين واللا دينيين والربوبيين على الإطلاق، أو اللا أدريين على الإطلاق، دور الإنساني الآن أن يكشف عن هويته. ما يصح أن يبقى هو عبارة عن نيكنيم، لا يصح هذا الكلام. وجوده معانا كنيكنيم مش أكثر من لايك على بوست إحنا عملناه، لا يعني أكثر من ذلك. واللايك على بوست إحنا عملناه ترى كل شيء ما يسوي. الواقع الصحيح إحنا رايدين أسماء في منظمات دولية حالياً تحاول رصد حركتنا احنا كلا دينيين في الشرق الاوسط، في محاولة منها لجذب انتباه المؤسسات الدولية الكبرى كالأمم المتحدة او غيرها لحقوقنا احنا. اذا بقينا احنا على سبيل المثال 30 او 40 ناشط هم اللي يتحركون،
واذا بقينا احنا عم نجمع اسماء صور او 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 عم نحاول نوصل الى اشخاص بالصعوبه التي نحاول ان نقنعهم بانه ابرز وجودك اخي، هذا الكلام هم كانه خلى 10 اشخاص او 20 شخص بس بالواجهه وهم ما لهم علاقه بالقضيه، وكانها ليست حربنا جميعا. فعليه الان احنا الاصح ان نتحشد، هاي الخطوه رقم 1. بهذا التحشد هناك وسائل، اما ان الجميع يشارك بدعم وسائل الاعلام اللي احنا من خلالها نتحرك، او نتحرك باليات الدعم. اليات الدعم مش بالضروره يبعث فلوس، مش بالضروره يبعث مصاري، لنفترض انه هو ظرف المادي ضيق، مش بالضروره الا هاي الاليه، ولكن هناك اليه من 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 بسهوله. احنا انت سويت احمد فيلم دعائي عن اليات الدعم مثلا، وهي انه ممكن ان يشير، ممكن انه كذا. احنا هاي الاليه هي تساعدنا على الانتشار. لو افترضنا انه احنا بامكاننا ان نجمع 1000 ناشط، 1000 ناشط، مش 1000 اسم، مش 1000 نكنيم، 1000 ناشط. هؤلاء ال 1000 ناشط يتحركون كلهم باتجاه واحد، النتيجه افضل من ان نتحرك احنا 20 او 30 واحد 100%. ال- 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 في غضون كم من الوقت نحتاج وفق هاي الاليه حتى نلفت انتباه المؤسسات الانسانيه والحقوقيه البرة لتلتفت لدعم مشاريعنا من جهه ودعم حقوقنا احنا من جهه ثانيه، حقوقنا احنا، لانها بتلك راح ترفع صوت الى الامم المتحده وتقول في لنقل 10,000 اسم صحيح احنا متاكدين من وجوده الحقيقي، يا ناس هذول مضطهدين بالشرق الاوسط، صدروا قوانين انسانيه او دعوات انسانيه للدول التي تحتويهم لتخفيف من وطأة قوانين ازراء الاديان او قوانين لنفترض قوانين الحسبه او غير ذلك. انا اطلت عليكم، الكره بملعبك سيد جان. لا ولو برنامجك اخي خلدون، يعني انا اشد على ايدك، يعني بصراحه نحن بحاجه لحشد، بحاجه لتجمع، بحاجه ل يعني مثل ما قلت انه نسمع صوتنا للناس انه موجودين، مو بس نكنيم على الفيسبوك. وصراحه حتى مثل ما قلت حتى اللايك بيبخلوا عليه، يعني بيخافوا من اللايك الموجود. لا اللي يخاف جان اللي يخاف مش دوره الان معانا، مرحلته لاحقه تجي لما احنا نسعى ان نخليه ما يخاف. بالضبط. احنا دورنا ان نطمئن ونخليه ما يخاف. اللي يخاف حقه جان، انا اتفق معاه، ولكن الشباب اللي هم اوريدي برا على سبيل المثال، اما الخطوه الاولى، انا مش بقول الخطوه كامله، الخطوه الاولى الشاب اللي برا البلد، اللي برا الشرق الاوسط او برا شمال افريقيا، هذا واجب اصبح عليه، ما من حقه ان يتخلى عن دوره الان. دورك الان يا اخي اكشف هويتك، شو بده يصير لك، شو راح يصير عليك انت؟ راح يصير عليك بانه انت مثلا تضايق في بلادك على سبيل المثال، ما حد راح يضايقك، ما حد راح يقرب عليك. انا بقول لك راح تخسر بعض الصداقات، وراح تخسر احتمال بعض العلاقات العائليه، راح يصيرون شويه زعلانين عنك، وانتهى الموضوع، عدت، خلصت هاي القضيه معك. واجبك الانساني امام نفسك وامام اطفالك وامام اصدقائك وامام قضيتك، امام عقلك، واجبك الانساني هذا. بالضبط، يعني بالفعل، يعني انا يعني مثل ما بقول، يعني الخائفين اوكي الحق معهم، بس الخجلانين كمان، في من كثير خجلانين، وخصوصا اللي باوروبا مثل ما قلت، وخارج يعني الدول الاسلاميه. فقلنا المثل، يعني مثلا الاخ احمد يعني بالفعل بطل في ارض المعركه، مثل ما بالارض الحرام مش ارض المعركه. تفضل. بارض الحرام احمد مش ارض المعركه لسه. يعني كمان يعني اعرف اصدقاء كثير في مصر برضه واخدين نفس الطريقه، يعني وان كان مش بيظهروا في الاعلام يعني، بس بيكلموا الناس على المقاهي وفي الاماكن العامه وفي احيانا في الجامعه وكده. ففي اشخاص كثير مجاهره هنا في مصر وبتتحمل نتيجه كده يعني. وفي عندنا نماذج برضه تعرضت للاضطهاد يعني، او نوع من انواع العقاب.
سواء كان في الجامعة زي شريف جابر، وبرضه الدولة أخذت إجراء ضده وحكمت عليه بالسجن، وبرضه كريم البنا وعمر حسين وغيرهم يعني، وإسماعيل طبعا محمد صديقنا صاحب قناة البط الأسود. أه. نفس الحكاية، هو كمان يعني من المجاهرين والناشطين يعني، رغم إن هو في مصر. طبعا إسماعيل ناشط، إسماعيل اسم علم. يعني مش احنا اسماعيل مش مشمول بالدعوه طبعا تبعنا، هو اوريدي اوريدي الشاب عم يعدي اللي عليه يعني. يعني انا قصدت اقول ان مش انا لوحدي في مصر اللي بتكلم يعني. لا احنا نعرف في شباب طلعوا معاك في برنامج قناه دريم او غيره، في شباب طلعوا معاك، بس ال ال بالدرجه الاولى الخط الاول اللي هم برا. او وفي نقطه ثانيه، في ناشطين لهم بروز سابق كالسيد بسام بغدادي على سبيل المثال، هبط مستوى النشاط تبعه. على فكرة بسام البغدادي لا يظهر معنا بالبرنامج، وأتمنى أنه يعني ما يخجلنا ويعني يقبل الدعوة. فإحنا أستور هاي الأسماء واجب عليها الآن أن منها اللي كان موجود ويرجع، ومنها اللي كان عفوا اللي الآن لابد أن يبرز دوره، الكل عليه واجب. صحيح. وأنا أشير للضيف اللي كان من تقريبا من 3 أيام، كان معي 4 أيام، كريم العبيدي، ناشط بكل معنى الكلمة يعني، رجل متحمس للموضوع، فنتمنى أنه نساوي شيء سويا يعني. أنا بدي بس أحمد يعني الحلقة مع رانيا ما أخذ حقه في الرد على مسعود، فبس بدي يعني بعد انسحابك، في سؤال هون عندي، بعد انسحابك من الحلقة ترك الباحث الإسلامي وحيدا يهرتل كما يشاء، فقال إن كلما زاد التطرف في المجتمع زادت نسبة الإلحاد، وأنه من الطبيعي أن تصبح ملحدا لأنك كنت تلميذ ياسر البرهاني، فهل فعلا داعش هي تطرف ديني وخروج عن نصوص الإسلام وتعاليمه، أم أنها تطبق تعاليمه وقوانينه بحذافيرها، وهذا ما كشف حقيقة الإسلام البشعة والوحشية لكثير من الناس، لهذا زادت نسبة الإلحاد؟ وهل حقا هناك علاقة بين إلحادك وكونك تلميذ سابق لياسر البرهامي؟ بالنسبة للشق الأول، في جهود هنا لاستغلال الموجة الإلحادية الكبيرة، في إن هم بيوظفوها يعني عشان يحاربوا التطرف، أو بيوظفوها عشان خاطر يسيئوا للإسلاميين ويصوروهم سبب للإلحاد، وبيقول إن الإلحاد رد يعني رد فعل لأسلوبهم وخطابهم المنفر وكده. فده اتجاه معروف هنا في مصر، اعتقد في دول كتير من دول الشرق الاوسط مثلا، مثل السعوديه يعني، الباحثون وطبعا كل ده بين قوسين يعني، المفكرين والكبار دولت يعني في عين الناس بيقعدوا يقولوا كده الكلام ده، بس ده يعني كلام ده توظيف سياسي يعني، توظيف سياسي للموضوع ده، لكن مش دقيق طبعا، لان احنا عندنا دول كتيره زي مثلا السويد واليابان وغيرها، دي دول نسبة الملحدين فيها عالية جدا والتطرف الديني مش موجود يعني. هل تفضل. الشق التاني اللي هو داعش وكده، ما هو شوف داعش بتعتقد ايه وبتفكر ازاي، ونشوف الأزهر بيفكر ازاي يعني بيعتقد ايه، ونشوف كمان الفقه عند داعش والفقه عند الأزهر في تطابق يعني، والخلافات طفيفة، بس الفرق اللي بتوع هنا بتوع الأزهر مثلا ناس عارفة مصلحتها وبتقدر تمشي امورها، بينما الشباب بتوع داعش ما قدروش يعملوا كده يعني، ما سمحت لهمش ضمائرهم مثلا بان هم يقولوا حاجه عكس اللي بيعملوها، فحابوا يطبقوا الكلام ده بشكل عملي، وتحدوا المؤسسات الدينيه كلها وتحدوا المشايخ، وكفروا حتى المشايخ واتهموهم بالنفاق، وعندهم حق في الاتهام ده يعني داعش. فالتملص من داعش تملص سخيف، داعش هي الفهم الصحيح الاقرب للاسلام يعني، ما اقدرش اقول الفهم الصحيح للاسلام، بس هو التطبيق الأكثر واقعية لنصوص التراث يعني. بالتأكيد. وشو العلاقة بين إلحادك وكونك تلميذ سابق
الشيخ ياسر برهامي. وانت مش تلميذ الشيخ ياسر برهامي جان؟ انت مهم. انت الحتى من غير ما تكون تلميذ الشيخ ياسر برهامي، ازاي ازاي الحتى وانت مش تلميذ الشيخ ياسر برهامي؟ يعني ان هو ده الجواب، هو ده الجواب جان. عم يجاوبك احمد، عم يجاوبك احمد على سؤالك بالضبط. يعني هن فاكرين انه اذا كان سلفي ومتطرف فلازم يكون نهايته الالحاد، اذا هيك فما لازم كل السلفيين يلحدوا يعني. يا ريت والله راح يكون، انا متاكد. طيب انا بدي اخذ وجهه نظر خلدون كان بهالمساله، هي مساله داعش والاسلام يعني. شوف انا عندي ملاحظه. داعش والاسلام، الجزيره الفضائيه سوت استفتاء مشهور جدا عن هل تؤيد انتصارات الدوله الاسلاميه في العراق والشام او في العراق وسوريا. اولا السؤال، خلي اخرج من طوري الشخصي المعتاد واقول عليه السؤال ابن حرام. السؤال لما يقول لك انت هل تؤيد انتصارات الدوله الاسلاميه، انتصارات يعني هو اساسا صاحب الجزيره مع الانتصارات اوريدي، هو واصفها بالانتصارات، هو حتى ما قال تقدم الدوله الاسلاميه او انتشار الدوله الاسلاميه، هو وصفها بانتصارات. هاي واحد الخبيث يعني، هاي واحد. او هذا على ذاكرتي، اذا افترض ذاكرتي غلط يعني هو مش قايل كلمه انتصارات، فيكفي جواب او نتيجه الاستفتاء اللي عمله. نزيد الاستفتاء، فاكرها احمد؟ فاكرها انه اكثر من 90% كانوا مؤيدين؟ الأغلبية السحقة اكثر من 90% كان مؤيد لنجاحات او انتصارات ما يسمى بداعش. الأغلبية الساحقة اللي تصوت على الجزيرة، هذا مش كلام شوارع، هذا مش كلام ناس فاضية ما عدا شغل وعمل، تفتح موقع الجزيرة وتدخل تصوت على هذا المعنى. هذا هو التوجه، إذا أنا أتكلم بصفتي شيعي سابق فهذا هو التوجه السني، سواء المعتدل أو المتطرف. بالحالين السنة في أغلبهم داعمين لانتصارات داعش. بعض السنة خائف من انتصارات داعش، خائف من تقدمه. ليش خائف من انتصارات داعش؟ يرى بأنه سيضيق عليه مستقبلا، ولكن هو ما خائف منهم أنه ماذا سيفعلون به. هو النقطة الثانية، انظر إلى الجانب الآخر اللي هو الجانب الشيعي، ماذا سينظر؟ ينظر إلى تقدم بشار الأسد وحزب الله والحشد الشعبي وعصائب أهل الحق وجيش المهدي وعدد أسماء طويلة عريضة من الميليشيات الشيعية. أي تقدم يحققه على أنه انتصار لهم وسحق للجهة المقابلة تحت كثير من العناوين. لو سألت الآن الشيعة في لبنان والعراق واليمن وإيران وقلت لهم هل تؤيد انتصارات الحشد الشعبي في العراق، راح يقول لك نعم أنا معهم ومع انتصاراتهم، وستجد الإجابة يمكن أكثر من جواب الجزيرة، أكثر من نسبة جواب الجزيرة على داعش. القضية أخي الكريم، الإسلام ليس ديانة وسطية، شيء اسمه وسطي كلام فاضي، عفوا. أنت أما أن تصلي وإما أن لا تصلي. الوسطي اللي ما يصلي مش مسلم منضبط، مش مسلم صحيح، صح ولا لا؟ يعني. تمام. إما أنت أن تصلي، إما البنت تكون محجبة، يعني إما رانية تكون محجبة وهي مسلمة منضبطة، وإما رانية تكون مش محجبة ومش مسلمة أصلا، يعني حطوها على المقصلة وانتهى الموضوع. هيك الإسلام. الإسلام لا يتقبل واحد يجي يقول لك معلش اترك الصلاة وانت احنا وسطيين معك، ما فيها كلام. الدين الإسلامي حكم بالقتل على المرتد، الدين الإسلامي حكم بالقتل على تارك الصلاة. من لا ينفذ هذه الأحكام ليس مسلما منضبطا، انتهى الموضوع، الكلام خلص انتهى. إذن لا يوجد شيء اسمه إسلام وسطي وإسلام متطرف، يوجد شيء اسمه مسلم أو غير مسلم. ليس بمسلم. يوجد مسلم على الهوية يقول
مكتوب عليه مسلم ويخايف يعني يفرض الإسلام بكل نواحي لأنه راح يشمل هذا الفرض، هذا كلام لا يعنينا بشيء. مثل واحد يعني طالب فاشل، الطالب أنت عندك امتحان أمام ما يسمى بربهم، أنت إما أن تنجح وإما أن تخسر بالامتحان. تنجح كيف؟ تؤدي الصلاة، تؤدي الصوم، تؤدي مش عارف إيش، هاي الالتزامات من الشخصية. في خلافها هو مش ملتزم، مش مسلم عفوا. الإسلام مش مجرد أن يقول بأنه الشهادتين تبعهم اللي هي أساسا موضع نقاش وغير متحقق الشهادة أصلا. فأنا أرى، أن داعش ممثل رسمي صحيح للفكر السني، وأن الحشد الشعبي وحزب الله هو الممثل الرسمي الصحيح للفكر الشيعي. كلام زايد غير هذا ما راح ينفع. يعني امتداد لمعركة الجمل. هذا الواقع أخي، إما أن تكون أنت مع حسن نصر الله أو تكون مع أبو بكر البغدادي. الأزهر وغير الأزهر كلام فاضي، كلام مش موجود. ذولا تصنيفهم إذا أجاهم داعش راح يقتلهم. مثل ما يقولون الشيعة أيضا عندهم قول، مش قول، عندهم نبوءة ستتحقق بالمستقبل على يد المهدي، هو أن يأتي المهدي إلى الكوفة عاصمة الشيعة ويقتل كذا 70 أو كذا من علماء الشيعة. ليش يقتل من علماء الشيعة؟ ليش يقتلهم؟ لأنهم ما راح يكونون معه، راح يقولوا له مولانا على كيفك هدي، على كيفك هدي ويا الناس، لأنه المهدي راح يجي بنفس نظام أبو بكر البغدادي، وهو الشعار الشهير عند الشيعة أمت أمت، ما عنده استتابة، إما معي وإما علي، أنا إذا وصلت لك وأنت ما تايب أقتلك، هذا شعار المهدي عند الشيعة. فإذا النتيجة النهائية وين وصلنا إحنا؟ وصلنا إلى أبو بكر البغدادي بس بلباس شيعي لا أكثر ولا أقل، بلباس مولاي وسيدي ومولاي، مش بلباس أخي وشيخنا الفاضل، مش بهذا اللباس لا أكثر ولا أقل. على فكرة خلدون أنت من شيوخ الشيعة المرتدين، يعني أنا مرتد طبعا. المهدي أول ما يجي من ناحك يعني ما راح يجي عندي راح يلتهي فيهم. طيب راح نسأل كمان سؤال زميلنا أحمد. في سؤال هون بيقول: لقد تطرق الباحث الإسلامي أيمن مسعود إلى موضوع الإسلام السياسي في مصر، حيث قال أن الإسلاميين في مصر وعدوا الناس بالجنة وبعد وصولهم للحكم لم يحققوا شيء من وعودهم، وهذا كان سبب زيادة نسبة الإلحاد في مصر. هل كان فشل الإسلاميين في مصر سبباً في زيادة نسبة الإلحاد، أم أن السبب الحقيقي هو أن الإسلام بحد ذاته لا ينفع لأن يكون نظام الحكم في عصرنا هذا؟ تفضل. نعم، الإلحاد سينجح يعني بغض النظر عن مين في الحكم. النظام الموجود دلوقتي مش فرق كتير قوي يعني في النقطة دي عن النظام الإسلامي أو النظام اللي كان موجود أيام مرسي مثلا. احنا بنتعامل مع مش مع النظام، احنا بنتعامل مع قاعدة يعني الشعب، بنتعامل مع بقية الشعب يعني، بنتعامل مع الناس، هم دول اللي احنا بنتعامل معاهم بنكلمهم، هم برضو دول اللي يقدروا يضايقونا أو يقيدونا أو يضغطوا علينا عشان ما نتكلمش. الرأي العام هو اللي يعني هو الفيصل في الموضوع ده مش النظام يعني. أعتقدش إن النظام كان له تأثير يعني، مفيش فرق ما بين الأيام اللي كنت عايش فيها مرسي في الحكم والأيام دي، مفيش حاجة اتغيرت كتير يعني. برأيك كده؟ ولا حاسس بإن الإلحاد يعني كان زيادة أيام مرسي وأقل دلوقتي، ولا حاسس بإن الناس خرجت دفعة واحدة من الإسلام لما مرسي فشل أو كلام من ده. هو ده كله في إطار برضو التوظيف السياسي الموضوع لوجود ما يسمى أو ما سماه ظاهرة الإلحاد يعني. إذا أخذنا وجهة نظر الأخ خلدون كان بالمسألة، أي مسألة وجود الإسلاميين في السلطة يعني، أو وجود الإسلاميين في السلطة سبب في انتشار الإلحاد. شوف، أنا كخلدون أتمنى كنت أتمنى فعلا أن يستمر حكم الإخوان في مصر، كنت أتمنى ذلك يعني، أنه لا يحدث يعني، كنت أتمنى أن يأتي الرئيس البديل عن نظام الإخوان بالانتخابات، ولا يأتي بأسلوب الثورة عنهم.
كنت أتمنى ليش؟ لأن صحيح إحنا موجة اللادينيين والعقلانيين والتنويريين وكلهم لا تعتمد بالضرورة على وجود حكم إسلامي تنظريا، أنا مع أحمد، ولكن وجود نظام إسلامي حاكم وبالتأكيد سيفشل، إحنا نعرف به راح يفشل كما يحدث في العراق الآن. الأحزاب الحاكمة أحزاب شيعية اللي هي أحزاب دينية تحت أسلوب إيش؟ تحت أسلوب يشبه أسلوب الإخوان. حزب الدعوة هو النسخة الشيعية للإخوان، الإخوان المسلمين بس بالشيعة. فشل حزب الدعوة. ماذا فعل بالمجتمع العراقي الآن؟ ماذا فعل بالمجتمع العراقي؟ خلى المجتمع العراقي يطلع بتظاهرات تقول باسم الدين باقونا الحرامية، أي باسم الدين سرقونا الحرامية. إذن هاي أول خطوة، كنت أتمنى أن يعطى فرصة أطول ليفشل، كنت أتمنى أن يسبب صدمة لدى متابعيه، لدى عشاقه إذا جاز التعبير. هذه الطريقة، بهذه الطريقة فشلوا على في تعبير الدكتور القمني أحمد، فاكر بحلقتنا بالحلقة تبعنا ويانا قال أحد أساتذته أو أحد مش فاكر الاسم اللي استخدمه الدكتور، قال ما تقفزش على المراحل، يعني خلي الديمقراطية تأخذ وضعها كذا. أنا أؤيد، لا أذهب مع قول السيد القمني في هذا الرأي، هو قال احنا هنقربهم مرة تانية، ما احنا قربناهم 1400 سنة. أنا مع رأي أستاذ اللي أعطاه الرأي إنه احنا لا نقفز على المراحل، برأيي بدقة أكثر إنه خلي الإسلام يأخذ وقته وهو راح يفشل أمام الجميع، لأنه هو نظام أساساً احنا كنا نعرف نظام فاشل، أساساً احنا نعرفه هو نظام فاشل. وأي مرحلة من مراحل الحكم الإسلامي على طول التاريخ ما انتهت بنصر للمسلمين، انتهت بفشل، انتهت بفشل للمسلمين. زماننا هذا، زماننا الحالي أساساً زمان تكنولوجي أعلى، يعني الحدث القديم الذي يحدث في بلاد الأندلس سابقاً إذا حدث في إسبانيا، لما يسمع به أبو بغداد احتمال وراء سنة أو سنتين حتى يسمع به الشخص اللي موجود في بغداد. أما الآن إذا حدث في دمشق فيسمعه أبو نيويورك بعد 10 ثواني. إحنا الآن، أنا من أمريكا وجان من بريطانيا وأحمد من مصر، إحنا 3 دول قاعدين بلحظة حوار واحدة. مين يتخيل هذا الكلام أيام زمان؟ هاي تكنولوجيا. الآن الخطأ اللي يرتكبه شرطي واحد، شرطي نظام واحد، لو اجى ضابط بالشرطة وضرب رجل ماشي بالشارع، ثاني يوم أو ثاني يوم راح تجد ملايين المشاهدات لما فعله هو موجودة على اليوتيوب، ويصير انتقاد للنظام وسقوط للنظام. هذا المعنى، هذا الكلام اللي كنت أتمنى أن يصير. إحنا اللي حدث، اللي التغيير اللي صار في مصر، الانتقال من سلطة دينية إذا جاز التعبير من حزب إسلامي إلى سلطة سابقة، يعني نفس النظام السابق إذا جاز التعبير، ونظام عسكري لا يهم أو دولة مدنية بتعبير بأي تعبير، لم يؤثر لا على قضيتنا، على انتشارنا، ولا على انحسارنا، لأن النظام الحاكم يتعامل بنفس الأساليب بالمجمل. ولكن لو نطول حكم الإخوان أكثر، أنا شخصيا أرى كنا يمكن كسبنا جولة أخرى معهم. أعتقد يعني كلامك صحيح، يعني كان شفنا بلاويهم أكثر وأكثر، فكان لأن كان الشرطي اللي ارتكب خطأ كنا صورناه وطلعناه أنه إخوانجي، وكان الضابط اللي ارتكب خطأ كنا صورناه وطلعناه إخوانجي. الضابط الآن اللي ارتكب خطأ يقولون عليه السيسي، يقولون عليه العسكر سوى خطأ. كنت أتمنى أن يطول حكمهم فيسقطون. هذا الرأي أنا الشخصي، لا أكثر ولا أقل. بكل تأكيد، يعني خصوصا الإسلام السياسي، أنا أتوقع يعني كثير ناس تتوقع أنه بالسنوات، ما أظن طول 15 سنة الإسلام السياسي خصوصا، يعني من 10 إلى 15 سنة. هاك أنت بالعراق الآن، العراق اللي الدولة تعاني من حروب أهلية ساحقة جدا 13 سنة، والشيعة هم نفروا من الحكم الإسلامي.
الشيعة أنفسهم صحيح نفروا من الحكم الإسلامي. صحيح. في نقطة بدي أسأل فيها أحمد، يعني أيمن مسعود طرح نقطة أنه شو البديل عن الله، يعني نقطة أخرى ذكرها أيمن مسعود وهي البديل للدين، فقال إن الإسلام حين جاء قال للبشر إن اعتقاداتكم خاطئة ولكن الله هو الصحيح، وقال لا تقل لي لا يوجد إله وتذهب، يعني يجب أن يكون هناك بديل، وكأنه يفضل العيش في الوهم والعلم الزائف والتداوي بحبة البركة وبول البعير على أن يعرف الحقيقة والعلم الحقيقة. شو رأيك أنت؟ يعني بده الزلمة عم بيقول لك أنت عم تقول لي ما في إله، طيب أعطيني البديل، شو البديل؟ شو البديل اللي عندك يا أحمد؟ تفضل. فكواوة بديل كويس. الحلزونة يا أما الحلزونة تكون. فكواوة لطيف، الأطفال بيحبوه، الكبار أعتقد بديل مناسب. يعني صراحة يعني العقل المسلم يعني يحتاج انه يقاد، ف يعني نحن ما مستغرب لانه غير متعود على الحرية، متعود دائما يقاد بهالموضوع هذا. انا عندي اقتراح بهذا الموضوع، عندي بديل يمكن احلى من كوكواوا شوية. تفضل. أنا أقترح أن يعود المصريون لعبادة آلهتهم القديمة أفضل. التعبان من وجود إلا بده إله، إلا بده يشعر بالعبودية، خلاص روح عبد توت عنخ آمون، روح عبد رمسيس، روح عبد كذا، والعراقي يروح يعبد إنانة، يرجع يعبد إنانة أحسن له، وهكذا أنتوا السوريين شوفوا لكم إله كان عندكم وارجعوا عبدوه، خلاص اللي بده إله يرجع إلى أجداده، لأنه إحنا أنتم الآن كل تغييراتكم تخافون من تغيير ما كان يعبده أباؤكم الأولين، كانوا يعبدون إنانة والآلهة الآلهة الفراعنة وآمون وغيرهم، خلاص ارجعوا لهم وانتهى الموضوع. مش في هيك دعوة بمصر عندكم أحمد؟ مش في هيك شخص عم يدعي عم يدعو لعبادة آمون؟ أبو عرايس تمام، مش عم يدعو يا عبادة آمون؟ شو رأيك أنت تحيي الديانة الفرعونية من جديد؟ يعني ادعي النبوة نحن نصدقك. أنا سأقول لا، مش ما في داعي للنبوة، لا ما في داعي للنبوة، خليه يدعي الألوهية وخلصت من الأخير. أنا سأكون الصديق بتاعك يعني. صدقني سأكون الصديق بتاعك. في سؤال ثاني كمان بيطرحه الأخ البهلول هذا، كيف يرد الأهل على أسئلة أبنائهم الوجودية كأن يسألوا عن الله وأين هو وماذا يفعل؟ فقال الباحث هذا البهلول أن هذه النقطة مسؤولية رجال الدين ومسؤولية الدولة. شو رأيك؟ يعني الدولة لازم تكون مسؤولة على إجابة على السؤال هذا. يعني أنا يجيبني يسألني سؤال بقول له انتظر خليني اكتب كتاب لوزارة التعليم العالي اجيب جوابك واجيك بابك، وانتظر شي شهر شهرين بيجي الجواب من الدولة. اسمع رأي احمد احلى. لا بدي اسمع من احمد، انا ما عندي اطفال، اعطينا حق الرد لهالبهلول ما عندي اطفال اتعامل معهم، خلدون يمكن عندي تجربة عملية، لكن انا بعتقد ان احنا المفروض نجاوب الاطفال اجوبة فعلا علمية فقط. احمد انا اطفالي ما سألوا هذا السؤال وحياتك. ما بيسألوا من فوق ولا بيسألوا من تحت، هذا الكلام ما موجود. الاطفال عم يسألون عن اسئله محدده سهله بسيطه، لان الاليه هاي تبع الاديان وغيرها مخفيه الان عنهم. اسئلتهم عن الالعاب وعن عن طلعني العب برا، طلعني شو بابا اطلع عني العب بالثلج ولا ادخل ولا اطلع العب بالشمس، ولا ابني الأكبر منه بيقول لي بابا أمتى بروح للمدرسة، بتأخر عليك اليوم ساعة، عندي محاضرة متأخرة. هاي حياتهم، ما في أسئلة اسمها الله ولا في أسئلة اسمها بطيخ ثاني. كيف جاد اضحك؟ يعني أنا بدعي في الكلام لأحمد، يعني بصراحة بدي إياك ترد على يعني ما بعرف، حاسس ما عطيتهم حقهم للمذيعة هاي، يعني المذيعة هاي بالفعل لما قالت للأسف الشديد
وكأنها تقول يعني أنه للأسف الشديد في عنا عقول بتفكر. يعني للأسف الشديد جاء هذا العقل المفكر جاء ياخذ تخلفنا وجهلنا. فأريد أن أسمع منك أحمد. بالضبط فعلا للأسف الشديد في ناس بتفكر أو ممكن تكون هي ما تصورتش أبدا فعلا أن في ناس من أن حد ساب الإسلام، يعني ممكن تكون أول مرة تواجه الموضوع ده. طيب هي متربية على يد فنان كبير أحمد، هي متربية على إيد فنان كبير وإيد فنانة أيضا كبيرة المفروض يعني حسب الشهرة هذه، وهو المفروض يكونون عندهم درجة عالية من الثقافة، مش سامعين هم في حياتهم وجود شيء إنسان ينكر وجود الله مثلا؟ مش سامعين بحياتها هذا الكلام؟ ممكن تكون شخصية سطحية جدا برضو. سطحية؟ سطحية مش سامعة باليابانيين مثلا؟ جهلة محتمل. الجهل المركب، جاهل ويجهل انه جاهل، جاهل ومجهول به. علامة جهله الفتحة الظاهرة في آخره. طيب يعني نحن انا اعتقد الأسئلة عندي خلصت، اذا في اي طروحات ممكن احمد تفضل تطرحها، اذا عندك اي شيء تقوله للناس عموما. بس احب اقول للناس ان احنا هننتصر، واحنا مش في معركة، بس نصرنا يوم كل واحد يقدر يعمل عقله بحرية يعني. بس طيب خلدون حبيب انا حبيت اوصل رسالة لرانيا ومن يمدح فعل رانيا او غيرها. لا يتصورون انه احنا قضيتنا معاهم قضية وجود، بما معنى اما نحن واما هم، احنا ما عندنا هذا الحرب نهائيا. هم لديهم انطباع اما نحن واما انتم، ولكن نحن ما عندنا هذا الانطباع. نحن فقط نريد أن يقتنعون وينفذون بعد الاقتناع مبدأ حرية العقيدة ومبدأ حرية التعبير عن تلك العقيدة. في خلاف ذلك من يقول بأنه اجلس في بيتك، أنت تذكر أحمد إحدى الحلقات بأنه قالوا لك بيها بأنه أنت المفروض تقعد في بيتك، فاكر الحلقة الشهيرة تبع توني خليفة المستشار اللي اجى وراها بالحلقة امام الدكتور القبني، قال له الملحد عليه ان يجلس في بيته، عليه ان يجلس في بيته ما يتحرك لا منا ولا منا، او اذا طلع بالشارع يكذب على الناس ويدعي الاسلام حتى لا يفرق الجماعة او لا يفرق شمل الامة ولا يحدث فتنة في المجتمع. اي ان الدين افكارهم عن دينهم هي أنه يدعو إلى النفاق، ويدعوك أن تعيش بأسلوب الشخصية المزدوجة، شخصية كاذبة أمامهم وشخصية بينك وبين نفسك اعمل ما تشاء. نفس الشيء أنت بهذه الرسالة تعطي رسالة لأتباعك من المسلمين بأن أمامي يكون جيد وبينك وبين نفسك اعمل ما تشاء، حتى لو فعلت الزنا أو فعلت ما يسمى بالرياء، المهم عش مرائي عش منافق. هم هذا اللي يهمهم الآن، المهم الانضباط بالشارع وليس الانضباط بينك وبين ما يسمى بربك. احنا يا أيها المسلمون، احنا علاقتنا معاكم كل ما نريده هو أن تكونون شجعان وتعطونا حق وجود، وتقولون له للمسلم للشخص أن يكون ملحد أو لا ديني أو مسيحي أو غيره كيف زي ما بده، ولينفذ ما يقول. اطلع بالشارع اقول انا ملحد، اذا انت سبع وتقول اني رجال واني بما معنى شجاع وامتلك الحقيقة المطلقة اللي هي منصورة من الله، انت مو تقول لا يضر الله شيئا ان كلهم صاروا لا يؤمنون به او لا ينفعه شيء ان كلنا امنا به، خلص نفذ هذه لا اكثر ولا اقل، نفذ هذه المقولة واطلع من قمقم الأحكام
والتجهيل والتسخيف والدعوة بأننا خونة، والدعوة بأننا عندنا مشاكل نفسية، وحياتك وحياتك واحدنا يفسخهم كلهم بالكامل بالكامل، من 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 علي جمعة إلى مين هو هذا اللي سأل عندكم؟ أبو الأزهر؟ أحمد شو اسمه أبو الأزهر العالي؟ أحمد الطيب. ولا أحمد الطيب، نطلع هيك نفصصهم ترصيص ونمشي فيها ونطلعهم هم اللي عقلياتهم أساسا بدها دراسة، بدها عالم نفس حتى يقعد يداويهم ويعالجهم شوي ويرجعهم إلى إنسانيتهم لا أكثر ولا أقل. أي دين أي أطروحة تعزل الآخر هي أطروحة محلها فقط النفايات لا أكثر ولا أقل. القول الإسلامي إن ارتكبتم المعاصي فاستتروا، وأنا برأيي يعني هلا أنت نحن نطلب منكم إنه يعني تعترفوا فينا أو تخلونا الآخر، أنا برأيي الشخصي نحن لا نطلب أي طلب، أنا يعني كشخصي أنا مش طلبا مش طلبا جان عفوا مش طلبا مش طلبا، هذا حقنا وإحنا نريد أن نصل إليه، سنأخذه بإيدينا يعني ما أننا مستنينهم والله مستنين شيخ يجي لنا والله أوكي اعترفنا فيكم أنتوا الآخر، لا رح نأخذه غصب عن الكبير والصغير غصب عن الكبير حتى. فيعني وبرأيي أنا هي مرحلة حتمية يعني شئنا أو أبينا، المرحلة هي مرحلة حتمية يعني هي ثورة المعلومات، ثورة المعلومات من ثورة العلم، العلم وصل لمرحلة نتيجة حتمية لتطور الدماغ البشري، لذلك الإنسان وصل لمرحلة حاليا إلى نهاية الديانات، يعني هي بداية المرحلة كثورة ثورة الإلحاد ثورة العلم صراحة نتيجة حتمية أعتقد يعني. في عندي هيك كلمة صغيرة أحمد، أنا كنت في سوريا فترة، أول ما بلشت الأحداث في سوريا أنت تعرف الناشطين هناك بإيش يصورون، يصورون بالموبايل بالكاميرا الموبايل، فقلت له بأنه وحياتك لأصدقائي هناك وكانوا شيعة طبعا شيعة سوريين، قلت لهم يا شباب وحياتكم لا يسقط بشار الأسد بموبايل، راح يسقط بشار الأسد بموبايل، وكذلك يعني هذا المبدأ اللي هو الله أو غيره راح يسقط بهاي بس بهاي الويبكام بهاي الويبكام مش أكثر، خلص انتهى الموضوع انتهى الموضوع، هذا سلاحنا هذا سلاحنا بس فقط الإله، يعني العرش تبعه مو على أربع كراسي، حتى هذا كبير عليه، حتى هذا القلم كبير عليه، هذا كبير كبير، هاي الويب كان بس صغيرة. أنا رجع اسمع أحمد بطلع أحمد أنا ما عديش والله معاكم أنتوا الاثنين حاجة أقولها خالص، مستمتع بكلامكم يعني والله صراحة من وين هذا الصوت طبعا تصفيق أحمد بدور عليه الآن مش عارف بعد ما يطلع من على الهواء ماشي مش عارف كيف سويته يعني نقول كفي الحلقة هيك كفي ولا في شيء نضيفه الوقت خلص طلع لك ساعة واو طيب ماشي أعزائي المشاهدين شكرا كثير لكم وأتمنى يكون استمتعتوا بهالحلقة هاي، ويعني آسفين لأنه تأخرنا عليكم كان في شوي موضوع تقني يعني حصل معنا، فشكرا كثير لكم ونتمنى لكم أوقات سعيدة ولا تنسوا تشتركوا معنا بالقناة تبعت اليوتيوب وصفحة الجهر بالإلحاد، نتمنى لكم أوقات سعيدة وشكرا لكم إلى اللقاء. شكرا جان حلقة جديدة. مع السلامة. شكرا سلامات تحياتي.